آرائكم ومقترحاتكم. نذكركم زيدا إذا عندكم موضوع مهم بالنسبة ليكم وتحبوا تتناقشوا فيه تقترحوها علينا، رانا نسمعوكم خارج وقت البرنامج زيدا، وهكا وطلبونا على 58 550 707. اليوم نتسألوا بما أنه كنت نسمع فيكم زيدا في 90 دقيقة الحديث كان عن الأموال، فباش نواصلوا في نفس الموضوع، كيفاش يتعامل التونسي مع الأزمات المادية؟ هل تكفي شهريته لآخر الشهر؟ قداش يلزمه باش يعيش مرتاح؟ هذا هو موضوعنا لليوم، وإحنا مواضيعنا الكلها جاية ومنطلقة منكم أنتم. التونسي يقول ديما الدنيا غليت، الدنيا صعبت، تسمع كين هيت وشهرية على قدها، وشهرية واحدة ما تكفيش واثنين ما يكفيوش. في هذا هو سؤالنا لكم اليوم، هربت بينا يا أخي، الدنيا غليت علينا، نحن وضعيتنا التوينسة شنوة، كيفاش تتعاملوا كما قلنا مع الأزمات المادية، وهل تكفي الشهرية للتونسي؟ نحكيه على رب العائلة وحتى زيدا اللي هو قام بنفسه وحده ما عندوش عائلة مسؤول عليها. فهذا هو موضوعنا لليوم، ننتظركم على 31 380 ألف كما العادة. وسيمة سعفي في الإعداد، أمينوس في الإخراج، جيمان وإيهاب على إيفام تي في، معكم جيهان بن عبدالله، ومرحبا بجميع مستمعينا في الكلمة ليك، في انتظار اتصالاتكم من تونس وخارجها، ونحب نسمع زيدا كل الأصوات في مختلف الجهات وبكل اللهجات. مرحبا بكم، موضوع حساس بالنسبة للتوينسة، فراجعين معكم بأولى اتصالاتكم توت سويت. EFM الكلمة ليك. أهلا وسهلا من جديد، مرحبا. أول تليفون لليوم معنا سي سليح حمامي، أهلا وسهلا، مرحبا. صالح الهمامي مش سليح. صالح، سامحني يا سيدي، مي سيلش نصلح، ومنين نتكلم فينا؟ سي سليح مش جديدة، مرحبا بك يا سيدي. صالح ومستمعينا في جديدة الكل، موضوع حارق بالنسبة ليك ظهر لي في ثواني اتصلت بينا. والله بالنسبة لي أنا شفت الشهرية كي ناخذها تويكة ما تعديش حتى نص ساعة في مكتوب، ومشيت على روحها وين تمشي، كيفاش تتقسم، كلها تمشي ديون، كريديات، مصاريف، وتيتات، أحوانية، ما نفضل منها حتى فرنك. شوفي نخلص كيما تويكة نمشي نفرقها، نرجع من بعد ساعة ساعتين يومكم من باش من بهذا الشيء، نرجع يوم تغود والحين عاود نتسلف كل عاد. كاينك ما خدمتش شهر كامل وتعبت؟ ما كاينني ما خدمتش، انا شفتي تويك قاعد نخمم في الشهرية كيفاش باش نفرقها، كيفاش باش نعمل لها، لمن باش نعطي، لمن باش نخلي، لمن في الاخر ناخذها نطلع انا في روحي مطلوب ومسير. انت عندك عائلة مسؤول عليها؟ اي. قديش من فرد فيها؟ ثلاثة صغار وامي وبابا معي. ربي فضلهم لك، راهو ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، عارفين ما رضاء الله برضاء الوالدين، قايم بالولد والولدة، ربي فضلهم لك. والله الواحد تعب تعب يس تعب، والدولة مش معنا جملة، مش مساندتنا جملة واحدة. مثالش نسألك سؤال شخصي وخاص، شهرية اللي ثلاثة صغار وأمهم وسيتك والولد والولدة، قديش شهرية اللي تصرف على عائلة كاملة متكونة من ستة أفراد؟ 690 ألف شهرية. فيهم كري ولا لا؟ ولا عندي بيت ما خذها مع دارنا بيت واحد به. كيفاش تنجم تتصرف فيها هالستمية وشوية، وهو تقريبا نراه هذيك هو المعدل في تونس؟ ما معدل الأجور والله إيش نحكي معك بكامل الوضوح، أنا مش باش نخبي حتى جملة من الكلام اللي باش نحكي. شفتي العطار أنا تويك عنده 3 أشهر مش خالص خليته ومشيت العطار اللي نقضي من عنده تويك، قال لي باش تخلصني خليته ومشيت، وليت متقشف نوعا ما، نمشي ناخذ لازم في اللازم من الجرون فاس. معناها ناخذ الحاجات اللازمه اللي لازمني باش ناكلها. حتى الصغار يقول لي يا بابا خذ لنا كل حاجه باهي ان شاء الله، يعمل الله يعمل الله يعمل الله، مبرول فيهم نتاع الوتيتات هذاكم اللي يقروا. كان هذه منهم واحده طلبتها نهاري نظام، قلت لها تصبري عليا الشهر هذا ما عنديش. قالت لي لا ما نجمش، قلت لها احسبيني خوك وصبري علي. والله خليني نتحدث بمرتاح، معناها باش ما نعطي الوقت والوقت على راحتك، معناها انا شهريتي ما عادش عملت لي حتى جرام مسؤوليه في العائله. وش ندخل معك في تفاصيل شويه هكا لين ولت العائله تتقلق تقول لك هويت كنت نجمش تصرف عليا، شنو هو قاعده معك انا لين؟ يعني وليت حتى مشاكل بينك وبين مدام، مشاكل زوجيه. كما نحبش نقول هالكلمه خاطر سايب قول انا هيس، معناها ودولتنا مش حاسه بينا، ولو نخدموا في القطاع الخاص انا اتكلم فيك معناها.
لا العارف متحملك يقول لك مثال نحب نقول كلمة أنا من 21 لتوي كزيادة ما خذيناهاش متاع 21 ديسمبر هذيك تبدأ وين بشببها أنا الشهر إذا كان ما نلقاش حقي والدولة باش تجري على حقي تجي تكلمها تقول لك برا امشي تصرف أنا عارفك تصرف معها لأن وليت من محتار وليت شرطي كنروح للدار نخلط مثال 8 ماذا بيا ما نخرجش من الدار جملة واحدة باش فلان ما يرينيش يقول لي هتخلص نهار لحد هذاك ما نخرجش من الدار جملة واحدة ديما قاعد في الدار قلة الحال ولا قلة الشهرية القليلة والدنيا الغالية وصعوبات المالية اللي حكيتنا عليهم سيتك توا واللي أثروا لك على علاقتك بمرتك مثلا على علاقاتك في المجتمع زيادة معاش تخرج معاش تمشي تقابل الناس تخبي في وجهك هذا الكل كيفاش يأثر عليك زيدك بو مع صغيراتك اللي تنجم تقريهم اتيود لتوفرهم ما لازمهم وليت انا كضعيف شخصيه حتى كي ندخل للدار باش نتحاور معاه ما نلقى ما نحاور نجي نتحاور مع هذاك نتفكر فلان يحب مني يجيك ولدك يقول لك بابا نحب نشري كل حاجه نحب نشري ابسط الامور راهي باش يستر روحه يحب سروال يحب صبات يحب مع اصحابه ماشي اللي فيه السروال تلقاها مقطع بدري تلقاها مقله بالرغم من سمو قراب لتونس للسكنة يقول لك الإنسان تلقاه محترم في لبسته ومحترم في حديثة ومحترم ما أعرفش أنا كيف باش نعبر لك يعني تعبنا تعب ياسر المواطن التونسي باش نحكي بصفة عامة حسب رأيك صالح شنو الحل شنو الحلول جي من عند الدولة ولا من عندنا نحن كأفراد وأشخاص أنت لازم تلقى حل منين تجي الحلول وشنو هو الحلول حسب رأيك الحل عندي أنا كسلطة إعلام مما المتاخفوا معنا نحن سامحيني في الكلمة برشا مقصرين معنا نحن كطبقة بسيطة ما تتبعوناش هكا وتراقبونا وهذا كشبيه كذا ونمشي نوصل لك انا صوتك ونعرف اللي خدمتك انت هذه توصلي لي قاعده في صوتي بطريقه غير مباشره هذيك شنو قاعدين نعملوا نحن على الاقل في البرنامج هذا وحتى في مختلف برامجنا الاخرى والله انا تو كذا مش مزيق شاد التليفون فيدي وشوية حاط الكيت في ودنيا ونبرمش في النوامر في شكون باش نكلم باش نحب نوصل للسلطة ونقول لها رانا حقوقنا مش ناخذوا فيها كعمال لان ولينا داخلين في 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 مشاكل عائلية عائلية كبيرة ياسر داخل فيها انا واحد من الناس نحكي على روحي شخصيا ان شاء الله تتحل يا سي صالح وشكرا لك على مداخلتك نعرف نعرف بلا خليني نكمل الجملة يلزم دولتنا تتحرك تشوف لنا هل القطاع هذايا مش مهمش وبأمور قانونية نخدمه وين حقوقنا ما خذيناهاش برشا شركات اخذت علاش مخليني هكا انا حتى نتعب ولا لو اعلم غدوه ولدي يتعقد من الشيء هذا يمشي يعمل في روحه كارثه زاد انا تصور انا اللي يطلب باباه وباباه ما ينجمش يوفر له ويجي باباه يخدم وصل قال لي بطل منها الخدمه هذه انت كي ماكش منجم توكلنا وتشرب منها حابين نسمعك يا سي صالح ومازال عندك ما تزيد تقول ويعطيك صحة وشكرا ليك ونحب نلقاو التوانسة ديما في وضعيات خير من هكا إن شاء الله نسمع صوتك في فرصة جديدة وتقولنا أن الوضعية تحسنت ولو أنها مربوطة ببعضها وكما قالكم راه الدولة لازم تلقى لنا حلول لينا نحن خاطر صعبة برشا على المواطنين خاصة اللي مسؤولين على عائلات بالكامل ومعه والد ووالدته فالوضعية صعبة برشا احنا مازلنا معكم على 31 380 ألف نذكركم موضوعنا اليوم التونسي هل شهريته تكفيه هل قادر يعيش العيش الكريم بالأجر اللي يتلقاه كيفاش يتعامل التونسي مع الأزمات المادية قبيلة سي صالح يقولنا راني نتصلف وليت مخبي وجهي وما عادش نخرج نقابل الناس خاطر ما عادش نجم نرجع ديوني فانتوما زيد اطلبونا واعطيونا آراءكم وتجربكم على 31 380 ألف أميل من المنار أهلا وسهلا مرحبا يا أميل أهلين السلام عليكم جيهان إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير إن شاء الله نوصل رمضان تلمين كلنا أمين يعطيك صحة يلا شكرا لك الله يبارك لك وشكرا على البرنامج مرحبا بك أنا باش نقول لك كيف نقاط روا بوان باختصار أنا عمري ما عنديش مشكلة أنا شخصيا ما عنديش مشكلة أنا عمري ما بكيت نهار ورا نهار إلا وقت اللي شفت الجوع في فم التوانسة جوع في فمه وقت اللي مديت له يا ربي سمحني لازمني نقولها خاطر قعدت نبكي عليها وحكيت للعباد قلت لهم تكفتوا للناس تكفتوا تمد له حفنه تمر يقعد عطر طوال باش ياكلها معناتها هو كي ماشي ديجا جيعان وما طلبش دونك هذا بيتي تان بيتي دو
سي حسين الديميسي إذا دي زاني هو يعاودي وليدي أعملوا هدنة يا سي منعرفش شكون تاع الاتحاد وقف الطلبات يا حكومة وقف الزيادات في الأسعار بلوكي وبوندون دو تروا حتى آخر مرة شفتوه أنتم في هاتف قال هذا الحل لكن أنا باش نمشيو فيه هاوي تروازيامون النقطة الثالثة اللي باش نقولها لك الجباية عجيبة وغريبة عمري ما عشتها كنتونسية أنا في عمري الجباية أنت كنت غليولك في الماء غليولك في السسوة تريسيتي غليولك توا برا شوف الديترجون برا شوف المعون برا شوف المواد الكذا غير ما فيش بشوف إذا إنسان عمل لموين قدامي متاع متوسط على الأخر عنده دو فوا بار سمين قال ما عادش نخرج نحط 70 و70 ما كلتو كهوا ما كلتو لدا 70 أول جمعة و70 آخر جمعة هذوما 140 ما كلتو لي باركات 600 منين باش نشري دخان وباش نكرمو بصراحة نتكيف أختي 300 دينار 600 زيدوا دخانو زيدوا هاك الغليل يزادوه في الفينيات وفي الدراشنية وفي الدراشنية وين تمشي معناتها موش الغلطة اللي صارت حسب رأيي أنا شخصي كمواطنة وعايشة في الميليو بيدو مش حد يحكي لي معناتها احنا نقولوا بالدير جاي قزرملك نحالك منا نحالك منا نحالك منا نحالك منا نحالك منا وين تمشي نحالك منا نحيلك 10 منا نحيلك 20 منا نحيلك 100 منا نزيدك 100 كيفاش تخرج كيفاش تخرج معناتها انا لقيته 1,600,000 باش يعيش انسان محترم وما يمدش ايده للناس وعلى يصرف على فرد بركه مش على عائله كامله والله ولا ملبوس ولا صبات ولا حتى الفريض والله يعطيك صحة يعني يا أمير ما انت واش عليك نعود كلمة واحدة راهو الشعب جاع وغزروا له فهم العباد بس في الجوع في عين العباد وفهم العباد وربي ان شاء الله يجري عصره امين هذيك اللي نتمنيوه نحن كل مره انت عملت لنا جرد تفصيلي وحللت لنا الوضعيه الكل وعملت لنا الحسبه زيد حسب راي امير يلزم 1,600,000 للفرد الواحد باش يعيش عيشه كريمه وما يقعد نقصه حتى شيء وما يجيش اخر الشهر يقول ما عنديش منين وكيفاش ويتسلف ويتصرف منا ومن غادي احنا مازلنا معكم على 31,380,000 اليوم نحكيوا على شهرية التونسي هل تكفيه او لا قداش يلزم تكون شهرية باش التونسي يعيش عيشة كريمة ويتوفر كل طلبات وطلبات أسرته بالنسبة للناس المسؤولين على عائلات كما قلت ميلت قلنا 1,600,000 وقت اللي كان معنا صالح يقول راهو ب600 وشوي قاعد يصرف على 6 أفراد في العائلة فمازلنا نحب نسمع تجاربكم على 31,380,000 راجعين بعد فاصل قصير عندك ما تقول يا فام نباسي كول ولا جونا ياسر مهبول اطلب ريبوندور اس اف يا فام على 71 194 194 وانزل الثيم اشكر ولا انقد اي انيماتور ولا اي كرونيكور واعطي رايك في برامج ومحتوى يا فام في سيرفيس ابري فانت يا فام يا فام احلى راديو يا فام انتم تسمعوا في يا فام الكلمه لي على اي اف ام احلى راديو مرحبا من جديد على اي اف ام احلى راديو يقولون اللي يخلص برشا مش مرتاح واللي يخلص شويه مش مرتاح واللي يصرف على وحده على شخصه وعلى فرد بركه ماهوش خالط فما بالك اللي يصرف على عائله كامله موضوع يفرض نفسه على خاطر انتم اقترحتوه وانتم اللي قلتوا راهي عيشتنا صعبت ورانا تعبنا فاليوم موضوعنا كيفاش يتعامل التونسي مع الازمات الماديه كيفاش يتصرف كيفاش يقسم شهريته كيفاش يكمل حتى لاخر الشهر قديش يلزمه باش يعيش عيشة كريمة متوازنة من يقصوا حتى شيء قد زيد راه مش في رفاهية كبيرة برشا مازلنا نسمعكم على 31,380,000 نمشيو لبن عروس معنا مصعب أهلا وسهلا مرحبا علي فهم مرحبا عسلامة مرحبا بيك تسكرنا الغاديو يفضلك باش نسمعوك بالوقت يعيشك هاتك الراديو جملة يعطيك صحة اسمعنا من التليفون ومرحبا بيك احنا نسمع الكلام مدام شكرا لك يا سيدي هذه طلب من فضلكم عايش شكرا لك عايش نسمعك سيدي ربي يبارك يعيش شوف مدام
ربي يبارك لك توتير. احنا الوان انا نمسك في الاذاعه نتاعكم بالذات. انا ملم بالبلاد هذه الحمد لله يا ربي. معناها كي انتم في اذاعتكم في الامور البحوره هنجيبك بالاخر. اي ونعرف ما نقول. اي ما سمعتكش بالواضح سامحني عاود لي. اذا هي اذاعتكم بروحها الامور من تاعبه شويه لينات. ككل الوسائل الإعلامية الشي مصعب نمروا بطلعات وهبطات وبعض الإشكاليات وتتحل. نحن قطاع آخر حساس مش كما بقية القطاعات. ناس 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 تم أماكن الرسالة عليها مقطوعة جملة على كل به. خلينا نحكي على بقية التوانسة مش على قطاع الإعلام تنعملوا له حلقة وحلقة. موضوع نحن موضوع المواطن بصفة عامة. أي أي هو صحابي من الصحابة قال الله يبقي الدولة العادية لو كانت كافرة والله يحق الدولة الظالمة ولو كنت مؤمنة. مدام تو أنت تجيبي موضوع كمن هكا وموضوع حساس معناه حساس حساس لتجيبي كمن وزارة الشؤون الاجتماعية من رئيس ما فهمتش ما فهمتش قصدي حتى الموت كي باش تكلم. اي وبعد هاني بلغت لك انا. باهي سي مصعب هو مثال باش نبداو من البدايه هذيا فكره البرنامج وقالوا نسمعوا التوانسه نخليهم يفرغوا قلوبهم ونعطيهم المجال وانه هما يوصلوا صوتهم ومن بعد وفي برشا احيان يصير التفاعل فعلى الاقل فما مساحه مش للمسؤولين مش للدوله للتونسي فقط وانه هو اللي يتحدث وهو اللي يطالب وهو اللي يفسر. هذيك علاش اليوم ما فماش مسؤولين ولكن يصير التفاعل راهو هذيا مش بالضروره يكونوا حاضرين معانا وياخذوا الكلمه. نعرف يصير صحيح يسمعوا ولا كذا فهمني مادام سمح اللي يخلص كما قلت انت اللي يخلص في زوز يعيط اللي يخلص في مليون يعيط اللي يخلص في 400 الف الكل تعيط ماهيش خالط صحيح ولا لا؟ صحيح نحكي لك على نحكي لك على وضعيتي انا مادام كنت حب اي انا وضعيتي تويك اللي كنت انا لاباس الحمد لله قبل خدمت خدمه خاصة لمحالة وفيها فلوس وفيها برشا قلبة زادة لمحالة شنو المجال هذا في القطاع الخاص ولا مشروع خاص خاص كنت نخدم في العقارات نخدم مع الدماد نتاع اللوبيات الكبار سامحيني يا راهو اسمع لا لعبة انا من يذكر الحق شيطان اخرس. البلاد هذه قوة فلوس ناكلك في حقك ونرجع عليك تساني 20 فيا مدام مشيلو بزوز مليارات مشيلو بزوز مليارات يصرف علي 10 ملاير رشوه وما يخلصنيش في كوميسيون تاعي. افهم شنو خدمتي تو بالضبط. باهي واضح. اليوم انا نتقاضى في 200,000. الروتريت نتاعك هذا؟ اي نعم ناخذ في 200,000. هذه بلاد مدام هذا عدل. 200,000 نجم تعيشك سي مصعب ولا عندك خدمة أخرى ولا كيفاش تتصرف باش توفر حاجياتك على الأقل. سامي أقسم بالله ها فاتورات نتاع الماء والضوء يسمعوا فيك. 241 ماء و 110,000 ضوء. بربي قول لي كيفاش؟ كيفاش عامل انت سي مصعب كيفاش تتصرف كيفاش عامل قداش عمرك سي خرجت روتريت على بكري خاطر من الصوت تظهر مش كبير برشا في العمر 57 ربي يطول في عمرك باهي 57 كيفاش تعيش كيفاش تتصرف ب 200 دينار روتريت اكا هاو تنجم تعيش قاعد تعيش بهم ال 200 دينار يمكن قبل راهو حتى يمكن 15 سنه التالي كانوا ينجموا يعيشوا اما حاليا نحكيو في 2024 بالظروف هذيا الكل والفاتورات اللي كنت تذكر فيهم 200 دينار كيفاش تعيش بهم؟ يا مدام سامح شوف عزيز وقوم ذل اللي كنت مخالط شكون يعرف عليه تي خلينا نحكي نجيبك من الاخر مدام والله 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 كلم فيك المنصب اللي كلم فيك كان وزراء جيني وزراء تعرف العقارات والكذبه والله يجي وزير يجيني يجي يمشي ارض في مرمى يقول لك فهمت اليوم نصبح انا تنفية ربي يعلم ظروفي ربي يعلم انا هم جيبك بالخ حتى كي تحت بيا الدنيا حتى المراه خلتها بيا هاي هم كنت نحكيها انا اموري خاصه حتى المراه جدت بيا مطلق انا تو انا عايش وحدي انا تو يعني مش انت التجربه الوحيده تعرف حكى السي مصعب يظهر لي وين ما فما يا مدام خليك مولي توانسه مصعب اللي كلم فيك ولدي 17 سنه توفى عنده تو شهر ونص شد عندك
ليش سبب؟ ساكت بطرت عندي تو 3 شهور 4 شهور نعيش وحدي. مدى يجيني المعتمد بتاع مرناج وكذا وش يعملوا لي؟ عندي انا باني فوق اللوطة البانية الاول عندي تواليت فوق مش نطلع لها، ما عنديش تواليت لوطة. تصور انت يا راجل يعيش خلي يسمعوني توانسة، هذه بلاد هذه. انا في التسعينات كان عندي صاحبي خلي تمشي معي لايطاليا، قلت له ليه بلادي 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 وزارت علي بلادي يلي نعيش تواليت مع كل تواليت شايف من معتمدنا من 6 من نوفمبر طويكة ما عملوا لي شيء، ما فما حتى شيء جديد. وضعية صعبة و 200 دينار ما تعيش مصاب. ثم الفلوس، ثم الفلوس، أما ثم سراق، سراق لسمح لديني لآخرة. يعطيك صحة يا سيدي، وكما سمعني كان نسمع بقية المدخلين. اسمع كي وصلت للصحية تحب تعلقوا علي تو، كي وصلت للصحية واسع بالك، واسع بالك شي مصعب. ما نحب الواحد يا مدام رانا مؤمنين، رانا ما نحبش الحقرة، أنا ما نحبش الحقرة، أنا كنت عشت فلوس وكنت تعطي فيها الفلوس، أنا كنت تعطي فيها. اليوم صبحت فقري. ان شاء الله ربي يكون في عونك. ليه ما فهمش منه هذيا سي مصعب، متفاهمينك وسمعناك وباش نعاودوا نسمعوك، ومرحبا بك وين ما تتدخل معانا. ما تعرفوا ان وقت البرنامج ضيق وفما برشا تليفونات، ومن حق المدخلين الكل وانه نسمعوا اصواتهم. شكرا لك على مداخلتك، وبكل احترام نتعداو للتليفون اللي بعده. معانا من العمران صباح، اهلا وسهلا، مرحبا بك صباح. مرحبا صباح، معانا صباحة تعادة تليفون، تسمع فينا صباحة؟ أهلا وسهلا يلا، ويني صباح؟ عندها مشكل في التليفون ولا عنا نحنا ميصيلش نعاود نكلموها لأنه عندها برشا وقت تستنى فينا. ما تبقى يا سيدي أقل شوية من دقيقة باش نكملوه مع صباح كما قلنا من العمران. وموضوعنا اليوم هو الصعوبات المادية، وسامحونا لو كان جاء عنا أكثر وقت، رنا نعطيكم أكثر مساحة باش تحكيوا باش تعبروا، وقاعدين نحسوا بكم ونحسوا بوجعتكم سي مصعب، وأميلوا الناس الكل اللي تعديت معانا في مختلف المواضيع مش هذا بركة، ولكن على غالب ضيق البرنامج ضيق الوقت ما يخلينيش نسمعكم اكثر من هكا. ما شاء الله في مواضيع القادمه تكونوا معنا. نمشيو لنور الدين صباح، عندها مشكله في تليفون ميسج. سي نور الدين اهلا وسهلا، مرحبا بك على يفهم. مرحبا، الو عسلامه. مرحبا يا سيدي ومرحبا بقصر هلال الكل. عسلامه عبد الرزاق، مش نور الدين، عبد الرزاق عيطان نطلبوا من بكثر عليه تليفونات المعد نتاعنا. مرحبا بك سي عبد الرزاق، وبيك اللي عايشك. فقط باش نعلمك وانه تبقى لنا دقيقه، فباش نخلي لك الكلمه ليك سيادتك في دقيقه. والله الموضوع سهل ياسر، انه الانسان في الجزائريه قد تطور مثلا. قوينا صوتك شويه سي عبد الرزاق باش نسمعوك. قلت لك الواحد قد ما يصور التزاماته، هي قد ما تصور فلوس قد ما التزاماتك تكثر، قد ما التزاماتك تكثر. اي هذا هو من المستحسن انه الواحد يمشي كيفاش كذا كما يقولوها على قد ساقيك، على قد بساتك مد ساقيك. هذا هو، ساعات البسات قليل ما يكفيش. احنا ساعات رانا لا ساعات احنا رانا تبدا مثلا امكانياته محدوده، يخلص مثلا في 600 دينار وعنده 3 صغار. كما السيد اللي يذكر يخلص 600 دينار وعنده 3 صغيرات، تلقاه مثلا البوتيه نتاع وليداته ويشري كله من الحافظ من الموجود عند العطار، كل صغير يطلع له مثلا دينار البوتيه كل صباح، يصب عليه في كذا فرنك. ينجم مرته تعمل خبزه بولو في الدار، كما نقولوا احنا خبزه ريح، فهمت ولا؟ تتكلف في بلادنا. صحيح، احنا راهو مشيت علينا تطيب فطور الصباح في الدار، وتطيب عن الاول في الدار، ونبعد شويه عن البيتزات والكسكروتات والمقلوب. اما سي عبد الرزاق كيما مثلا مصعب كان معانا قبيله شويه وبرشا وضعيات كيفه، ساعات قد شهريتك قد فاتوره الضوء. لا 200 دينار هذا هو قال، انا فاتورتي نتاع الماء ب 240 دينار، عليه عنده حمام هو. أنا نسكن في الكرم وفي برتمان وراسي راس المرأة صحيح، وندوش وناكلوا ونشربوا كذا، وديني في 40 دينار. فما ناس ما تخلصش كل شهر وشهر وتتلم فتنجم فاتورة. أما فاتورة 100 توصل 200 دينار، هذا سبحان الله. وليت حمام هذه مش نتاع دار.
اما ال 200 دينار كنت تستحذق باش تتصرف وتلقى الحلول وجي الوقت ويعطيك الصحه. فما اخر تليفون كان ايجابي شويه. شكرا لك سي عبد الرزاق، بارك الله فيك على مداخلتك. احنا نتقابل معكم غدا في نفس التوقيت. ميرسي اسامه صافي في الاعداد، ميرسي امينوس في الاخراج، ايمين ويهب على اف ام تي في. كنت معكم جيهان بن عبد الله. تشاو تشاو في الامان وادمان.